السلام عليكم. اليوم من مطبخي جبت لكم وصفة صيفية 100%، وهي ساندويتش بسيط، وذلك باستعمال ميني خبز ميني تورتيلا، ونحشيه بحشوة بسيطة جدا. الطريقة هي كالتالي، ونطبق في الوصفة، وفي نفس الوقت تشوفوا المكونات اللي ندخلها في هذه الوصفة. فوق النار نحط مقلاة، أضيف كمية من الزيت هكذا، نزيد بعد ذلك البصل اللي كنت قطعته قطع صغيرة، نخليه يتقلى قليلا حتى يدبلي هذاك الوقت. نضيف المكون الثاني، البصلة تقلات، قليتها مدة 5 دقائق، والآن أضيف صدر الدجاج. أنا استعملت فقط صدر الدجاج، قطعته قطع صغيرة كما هاك، أضيفه على البصل. بغيب صدر تاع الدجاج ديروا ساندويتش جميل جدا. هكذا نخليه يتقلى بلا ما نقلبه لمدة 1-3 دقائق. الآن نقلبه. الدجاج عمرنا ما نقلبوه، هو عادة كي تحطو باش متلكش الماء تاعه. الآن نقلبه بهذه الطريقة. نبدأ نضيف في التوابل ونخلي الدجاج ينضج. قلبته بهذا الشكل. الآن نبدأ نضيف في التوابل. التوابل هي كالتالي، أولا نضيف كمية من الملح، منكترش بزاف خاطرش غنديرو القماش، نخلطو هاك، ثم نضيف البقية. إذا الساندويتش هذا صيفي سريع، وفي نفس الوقت فيه مكونات جميلة. المكونات أو التوابل اللي نضيفها على هذا الخليط، الدجاج والبصل، عندنا ثوم بودرة، فلفل أسود، بابريكا حلوة، فلفلة حمراء حلوة، توابل الدجاج ولا كاري الدجاج، شوية كركم، وعندنا سكنجبير لان الدجاج يبغي سكنجبير. اذا نقوم بخلط هذه المكونات ونضيفها الى هذا الوصفه باش نتحصلوا على نتيجه جيده. نضيفها بهذا الشكل هكذا، نخليها بلا ما نغطيها ونزيد بلا ما نخلطها، نخليها بهذه الطريقه، نغطيها ونخليها لمدة 5 دقائق. مرت 5 دقائق، ها هي، شوفوا النضرة شحال شابة، والريحة مازال ما طابتش، ريحة رائعة. الآن نقوم بالخطوة التالية، نضيف ملعقة صغيرة من اللم طاغدة، ونضيف معاها كمية قليلة من الزبدة. الزبدة تعطيها نكهة رائعة جدا. إذا كمية فقط قليلة، ربع الملعقة. الآن نقوم بخلط هذه المكونات، ونزيد نخلوها تنضج نضجا كاملا، ثم نشوفوا الخطوات التالية. إذا خليت الخليط، شوفوا البصل طلق الماء تاعه وبغى يجف. في هذه المرحلة نقوم بالخطوة اللي تخلي هذا الساندويتش عنده مذاق مميز جدا. أضيف ملعقة صغيرة على حسب الكمية، ملعقة صغيرة من الجبن الأبيض، جبن الأبيض تاع الطلا اللي نديروه ساندويتش هكذا، يعطي واحد لوغو جميل جدا. بعد ذلك أقوم بإضافة تابل
وهو الخاص ب خاص بالجوير. هذا ندير غير كميه قليله لانه اصلا مالحه، ندير هاك يعطينا واحد واحد المذاق جميل جدا. نخلط هكذا، وفي الاخير اضيف كميه من البقدونس. انا ندخل كاع في الوصفه تاعي معدنوس لانه صحي، والولاد ما ياكلوش مع الموسى بصح في هاد الخلطات يتناولوه بالكليه. اذا هيا وجدت الخلطه، الحشوه تاع ميني خبز ميني تورتيلا، نخليه يبرد ثم نمر الى الخطوات التاليه، نديرو المونتاج. والان نروحوا لطريقه تشكيل هذا الساندويتش. الحشوه بردت، اخذت بعد ذلك حضرت صلصه الطماطم، درت فقط طماط كونسونطري، شويه ماء شويه زيت فوق النار، قليتهم غايه. بعد ذلك الان سوف اضيف كميه من الكاتشب. هكذا ضفت كميه من الكاتشب باش تعطينا داك الحلاوه سكري. خلطت بطريقه جيده وقمت بالخطوات التاليه. ناخذ ساندويتش تورتيلا، اضع فيه كميه من صلصه الطماطم مع الكاتشب هكذا باش يجي الساندويتش مشمخ، ثم اضيف كميه من الفرماج الابيض، ندهنا هو الاخر على السطح هكذا، ونزيد بعد ذلك احاول نمشي على كاع مساحة الخبز بهذا الشكل، ثم اضيف القطع او الخليط اللي درناه تاع الدجاج هكذا في الوسط، ثم بعد ذلك اضع كمية من الاجبان، الاجبان اختيارية، المهم خليط من الاجبان. مادام تخلطي الاجبان مادام تجي يجيك الساندويتش يجي جميل جدا. ثم قمت بتحضير مول أغراتا، فرشته بورق الزبدة، حطيت فيه الساندويتش الأول. سوف أقوم برش بقليل من الزيت، نرش عليها كقليل جدا من الزيت. ناخذ هذا الساندويتش هكذا وأضعه بجنب الآخر، وسوف أواصل العملية. تقدي في هذه اللحظة ترشي فقط قليل من الزيت، رش فقط باش الساندويتش يتحمر بطريقة جميلة جدا بهذا الشكل. ثم سوف أواصل العملية باش نحصل على عدد من الساندويتشات. كملت الكمية اللي كانت عندي، ها هي تحصلت على هذه النتيجة. بين كل ساندويتش درت رشات قليلة من الزيت، ولا دهنهم بالبانسو ما تكتروش الزيت. الآن ندخلهم إلى الفرن ونوريه لكم إن شاء الله في صحن التقديم مع التزيين النهائي. وها هي النتيجة النهائية والتزيين اختياري. أنا غادي نزين بالمايونيز بهذا الشكل، تبغوا تزينوا بالمايونيز تزيدوا شوية كيتشب، تبغوا تخلوه الطريقة العادية كان بها. هذا الساندويتش تقدروا ديروه كذلك في المقلات، ديروا شوية زيت وتحمروه من الجوانب، وبهذا تحصلوا على ساندويتش من أرقى ما يكون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.